just 18 years old, Nima has lost the most precious thing in her life, her own father. الخبر كنا احنا في الدار صحينا على صوت الانفجار الاول كان في صوت انفجار فسمعنا صوت حدا بيقول الحقونا فطلع ابويا يجري احنا نزلنا وراه نزل ابويا من هنا راح ينقذ المراه ما انقذ المراه خش في الدار الا خبط الصاروخ الثاني نزلنا نجري نزلت اجري كنت واقفه على الباب شفت ابويا بقع اصعب لحظه لما جابوه على الدار اغلى شيء عندنا في الدنيا صعب إنه الواحد يفقد قبل حدا يدعى عليه وأتمنى إنه يصير عندنا بيت منيح وكل شيء حلو ونبني ذكريات جديدة فيه. This Ramadan, the mercy of orphan sponsorship can make a difference in Gaza. Please give mercy now.